الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحمد لله الذي رزقنا هذه الأيام نكون معكم ونمشي بين الناس بالخير وبالمعروف وبالكلمة الطيبة. الحمد لله، الحمد لله، زرنا هذه البلاد ونغادرها. نسأل الله أن ما تسجل الملائكة لنا فيها إلا إذا دخلت بلدا احرص على أن تخرج أنت طاهرا مطهرا من الذنوب، بل احرص على أن تترك لك أثرا فيها صالحا لعله تجده يوم القيامة. هذا هو حال المؤمن، يزرع المعروف أينما كان. المؤمن قال كالغيث مثل المطر، حيثما وقع نفع. المؤمن هذا حاله، يعيش بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم كالنحلة لا تقف إلا على طاهر وما يخرج منها إلا العسل. المنافق ذاك الذي تشوفه يقف على الزبالة والنجاسة ويخرج منه السوء والقبح. المؤمن ما يخرج منه إلا كل طيب. عيشوا بين الناس بهذا الدين الجميل، عيشوا ذاكرين، عيشوا متحابين، عيشوا بالأخوة وبالمحبة وبسلامة القلوب، عيشوا بذكر الله سبحانه وتعالى حتى تكونوا سعداء، سعداء في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.